استكمال الموضوع اللي احنا قلنا في الاطفال اقل من عمر سنه ما فيش داعي ان احنا نعمل لهم صب اضافات خارجيه. طب انا اتصرف ازاي عشان اوصل لهم الحاجه دي؟ انا عندي الطفل بمراحل نمو بتبدا في هنا في الرحم، وده بياخد تغذيه كامله من الام، والسنه الاولى بياخد رضاعه. طب لو هو في الرحم انا بهتم بالام، وفي الرضاعه برضه بهتم بالام. طب اهتم بالام ازاي؟ ان انا اديها المخازن الكافيه، من الحديد والكالسيوم. ان انا اديها المخازن الكافيه من الحديد والكالسيوم. طب الكالسيوم انا عايز كالسيوم وفيتامين دي، بديه في الثلاث شهور الاخيره من الحمل، بدي للام الكالسيوم والفيتامين دي في صوره اكتف فورم من الفيتامين دي 3 والكالسيوم وفيتامين كي عشان يساعد على توزيع جيد للكالسيوم. وده هيتم عن طريق الماتريكس اللي موجود في كل اللي انا عايزه بالنسبه للام عشان يساعد على ان يخلي الصوره تكفي على الاقل اتليست سنه، يعني على الاقل تكفي لمده سنه بحيث انه ما يحتاجش لاي اضافات خارجيه بجانب الرضاعه الطبيعيه. طيب بالنسبه للحديد، انا ممكن ادي الحديد للام ولا للمرضع؟ خلاص اديها حديد فورمولا تكون ما تعملش امساك ويكون طعمها كويس، وتكون انها اضمن انها بتساعد على الابسوربشن بالامتصاص الكافي، وانها تساعد على تكوين الدم بطريقه كويسه، يعني تركيبه متكامله. ودي انا بلاقيها في فرافيرو لان فيها حديد محمل على احماض امينيه، وبالتالي برضه تركيب بيحتوي على الزنك، وبيحتوي على الفيتامين بي كومبلكس، وبيحتوي على الفيتامين سي، ودي كلها حاجات بتشارك على تكوين الهيموجلوبين، وبرضه ده هيكون مخزن للطفل الحديد ما محتاجش اضافه بدري. طب هل انا عندي مشاكل لما اضيف حديد بدري للطفل اقل من 4 أو 6 شهور؟ الحديد لو انا اضفته بدري بيساعد بيعمل مشاكل كتيره، اهمها انه عدم ان الوزن يزيدش، انه يساعد على نقص نمو الطول ونقص نمو المخ. دي حاجه برضه بالنسبه لي مش كويس، خلاص ان انا اضيف للطفل حديد بدري. طب لو انا ضفت كالسيوم بدري للاطفال، قبل عمر السنه، الطفل ما عندوش الفيتامين كي 2 الدرجه الكافيه، فبالتالي الكالسيوم هيفقد طريقه صحيح للعظم ويروح على الكلى وممكن يرسب لي فيه. ولهذا احنا ما بننصحش الا اذا كان اللي بيرضع الطفل طبيعي ان الام هي اللي تستفيد بالماتكس والفرافيرو، واذا كان بيرضع صناعي فالرضعه الصناعيه فيها كل المطلوب للطفل، مش محتاج اضافات اخرى.